اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره مهمه جدا بنتكلم عن الترند المحلي والاحداث المحليه اللي مرتبطه بالنادي الاهلي او الفتره اللي جايه في الدوري العام وماذا سيحدث مستقبلا. السوشيال ميديا برضو بتتكلم في هذا الاطار، لان احنا دايما بيكون معانا واحنا الدوري شغال في مباريات مثيره، في احداث عديده، في تغييرات للجان، فهنشوف السوشيال ميديا بتتكلم ازاي في الترند المحلي بالنسبه للمرحله اللي جايه، ونستعرض ايه اللي مكتوب في الامور المحليه داخل مصر. ابدا اول حاجه من صفحه سوبر كوره على السوشيال ميديا وعلى صفحتها الرسميه على تويتر، واللي اتكلمت فيه عن اللجنه الخماسيه هتعتمد تشكيل لجنه الحكام خلال الساعات القليله القادمه. اللجنه في رئاستها وجيه احمد، عزب حجاج مدير اللجنه، وفي العضويه كابتن ايمن دجيش، فهيم عمر، والكابتن محمد فاروق ومجدي رزق. دول اعضاء اللجنه خلال الفتره اللي جايه. اللجنه بتشكل عشان تقدر تشتغل بشكل رسمي، لان هي كانت لجنه مؤقته بعد رحيل اخر رئيس للجنه كان الكابتن جمال غندور، وجات ظروف الكورونا وتوقف النشاط، فحصل تغيير كثير جدا خلال الفتره الاخيره الى ان تم الاستقرار على اعضاء اللجنه. وهيكون في مسؤول مالي، في مسؤولين من العلاقات العامه، لان بالتاكيد في النهايه لما بيكون عندك حكام اجانب لازم يكون في مسؤولين من العلاقات العامه بيستقبلوا الوفود والحكام الاجانب في المرحله القادمه. لكن هذا التشكيل هو التشكيل اللي هيكون موجود مع اللجنه حتى نهايه الموسم الجاري. طيب نشوف كمان معانا ايه من ترند المحلي، وهنا في تصريح لايمن المزين مدرب نادي طنطا على حساب 360 سبورت على تويتر، واللي اتكلم فيه ان لم يكن يتوقع عودته لتدريب طنطا مره اخرى. بنفس الامر احنا بالنسبه لنا كمان كان الامر مفاجئ، واحنا نفسنا ما كناش متوقعين عوده الكابتن ايمن مزايل، لان هو مشي بسبب بعض النتائج السلبيه وما كانش فيه توفيق مع الفرقه. اتغير، جه الكابتن محمد صلاح فجاه مباراه واثنين ومشي، جه الكابتن احمد سامي مباراه واثنين ومشي. فاللي بيحصل في الدوري المصري على فكره ده ما بيحصلش في اي دوري في العالم. فكره تغيير المدربين ده المفروض اتحاد الكره يكون ليه هنا سلطان وتدخل في هذا الامر في مساله تغيير المدربين. طيب معانا كمان من صفحه الوطن سبورت، واتكلمت على خبر متعلق باصابه لاعب نادي اسوان، الف مليون سلام عليه، الحسيني سمير، تعرض لاصابه بقطع في الرباط الصليبي في احدى مباريات الدوري الاخيره. الف مليون سلام عليه، وان شاء الله يعافى خلال الفتره القادمه. بنكمل معاكم في الترند المحلي، وصفحه في الجول عامل احصائيه على مصر المقصه بعد ما تولى إيهاب جلال قيادة الفريق في الدور الثاني. مصر المقصة بعد الدور الأول كان في المركز الـ16، لم يحقق الفوز سوى في مباراتين من أصل 17. مارس 2020 تولى إيهاب المسؤولية، عمل 6 انتصارات، تعادل مباراة واحدة، خسر مباراة واحدة، وحاليا بعد ما كان في الـ16 كترتيب بقى في المركز الثامن بـ30 نقطة. نفس اللعيبة على فكرة، فريق المقصة ما غيرش لعيبة، نفس اللعيبة، لكن في النهاية هنا أنت عندك هيد كوتش مدرب عارف الامكانيات وبيحقق نتائج عكس البدايه اللي كانت مع مصر المقصه. وفي النهايه الشو ما بيعملكش نتائج، المدرب في الملعب لما بيشتغل جوه الملعب فبيعمل نتائج. عشان كده شفنا ايهاب جلال مع المقصه عامل نتائج عكس ما كان في اختيار اعتقد كان خاطئ مع مصر المقصه في بدايه الموسم. طيب صفحه الوطن سبورت، واتكلمت على عرض لمحمد ابراهيم او العروض المقدمه لمحمد ابراهيم، والمقصه في تصريحات رسميه ومن خلال الحساب الرسمي للوطن سبورت على الفيسبوك قال ان المقصه بيؤجل البت في العروض المقدمه لمحمد ابراهيم خلال التوقيت الحالي. عموما مش هنسبق الاحداث ونشوف الفتره الجايه ماذا ستسفر عنها فتره الانتقالات وانتقالات اللاعبين ما بين اعاره وبيع وصفقات قادمه بالنسبه للفتره اللي جايه. كمان صفحه الاهرام بتتكلم على صفحه الاهرام على تويتر، الحساب الرسمي بيقول ان سموحه بقياده المدير الفني الجديد هيواصل استعداداته لمواجهة الزمالك ويجري اختبار رابيد تيست خلال الفترة اللي جاية. لما نشوف الفترة اللي جاية في الدوريات أو في الدوري المحلي، احنا دخلنا خلاص في الأسبوع الـ26 الـ27، لسه هنشوف الجولات القادمة، فبنتكلم في عدد مباريات قليل جدا، بس أعتقد في الصراع البقاء على البقاء في المسابقة وفي الدوري هتكون المنافسة قوية جدا وشديدة جدا. لكن في المقدمة الملك حسمها وبينهيها إن شاء الله مبكرا خلال الثلاثة أسابيع القادمة. أكتفي بهذا القدر من فقرة الترند المحلي، ثم أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في برنامج الترند.